بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس صباحا سيتم اجتياز الامتحان الجهوي في مادة الاجتماعيات بالنسبة للتلاميذ الرسميين، وبالنسبة للأحرار اللي عندهم مادة الاجتماعيات في الامتحان الجهوي. لذلك قررت ندير واحد المراجعة مجانية يوم الأربعاء مساء على الساعة 9:30. ستشمل هذه المراجعة مراجعة كل ما يتعلق بمادة الاجتماعيات، منهجية الاشتغال في الوثائق في مادة التاريخ، مراجعة منهجية الاشتغال على الوثائق في مادة الجغرافيا، مراجعة للمبيانات ومختلف الأسئلة المرتبطة بالمبيانات، مراجعة للأسئلة الغير المباشرة وللدروس. وهذه المراجعة كتهم جميع الفئات المعنية بالامتحان، يعني تلاميذ أولى بكالوريا اللي دايرين العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو شعبة الاقتصاد والتدبير المحاسباتي أو العلوم الشرعية، وأيضا حتى تلاميذ الأحرار اللي دايرين باكليبر في جميع الشعب العلمية والتقنية. فكونوا في الموعد على صفحة المغراوي اجتماعيات ابتداء من الساعة 9:30.